السلام عليكم حبايبي طلاب الصف الخامس علمي المقبلين الى السادس، ان شاء الله يا رب كلكم تكونون بخير وصحه وعافيه. وياكم الاستاذ زيد اللامي مدرس ماده الكيمياء. ان شاء الله راح اكون وياكم تغطيه منهاج الكيمياء السادس اعدادي من الالف الى الياء. لكن اللي اريده من عندك فقط اتبع وياي ولا تقدم الفيديو وسجل الملاحظات اللي اقول لك عليها. ايضا بعد نهايه كل محاضره هنا على اليوتيوب، تنزل باليوتيوب راح انزل لك المحاضرة PDF على قناتي بالتليجرام. معرف القناة موجود أسفل الشاشة تقدر تدخل له. ضروري جدا تتبع بالقناة مال التليجرام، لأن بقناة التليجرام راح أنشر أسئلة إثرائية وواجبات، أيضا أسئلة وزارية، وأيضا أسئلة اختار الإجابة الصحيحة MCQ، يعني احتمال أجيب لك مسألة أجيب لك إياها والاختيار الصحيح أجيب لك إياها على شكل MCQ، يعني اختار الإجابة الصحيحة الجواب يعني الناتج النهائي خليك إياه على شكل اختيار، تمام؟ فضروري جدا جدا تدخل بقناة التليجرام. بعد نهاية كل فصل راح نسوي امتحان. راح نسوي امتحان نصف فاينل وفاينل. فاينل اللي هو بعد نهاية كل فصل، والنصف فاينل من نوصل نص الكتاب نص الفصل. زين. اللي اريده من عندك ايضا هذا الشيء الي يعني شخصي الي، تشترك بالقناه وتفعل الجرس حتى يوصل لك كل ما هو جديد. ويا حبذا نشر المقطع ايام جماعتكم واصدقائكم، زكاة العلم هو نشره. ضروري طلاب يعني تدعموني باللايك والاشتراك بالقناه. نقول يا الله وناخذ اول فصل، الفصل الاول اللي هو راح يكون عن الثرموديناميك. الثرموديناميك قبل لا افوت لك بالثرمودايناميك خل اعطيك نبذه عن كتاب الكيمياء السادس اعدادي. كتاب الكيمياء السادس اعدادي متكون من 8 افصل، لكن في الحقيقه هو عباره عن 7 افصل، لان يعني الفصل الثامن اللي هو الكيمياء الحياتي عباره عن بالكتاب كله 3 اوراق، فاحنا شو نقول 7 افصل. الفصل الاول طلاب قلنا الفصل الاول اللي هو الثرموديناميك، الثرموديناميك طلاب حسته بالوزاري، خلنا امسح هذا الخط عريض مالته، خلنا امسحه ما تكفي الصبورة مالتي. الفصل الأول الثرموديناميك، طلاب هذا حسته بالوزاري عليه تقريبا من 18 إلى 22 درجة. قد يجيك 18 درجة، قد يجيك 20، وقد يجيك 22 حسب. هذا الثوابت مالته اللي هو راح ناخذه بهذا المحاضرة، الثوابت مالته اللي هي هيس والمسائل الثلاثة أو الأسئلة الثلاثة. أوكي. الفصل الثاني راح يكون اسمه التوازن الكيميائي. هذا حسته بالوزاري ايضا من 18 الى 22 درجة. الفصل الثالث التوازن الايوني. هذا حسته بالوزاري تقريبا من 25 الى 35 درجة. اوكي؟ من 25 الى 35 درجة، اللي هو هذا يعني عندنا اكبر فصل. عندك الفصل الرابع
اللي اسمه الكيمياء الكهربائية. الكيمياء الكهربائية عليها تقريبا من 18 إلى 22 درجة. الفصل الخامس اسمه الكيمياء التناسقية، اللي تدخل مجال الكيمياء العضوية. هذا تقريبا عليه من 10، او نقول من 12 الى 18 درجة. اوكي، الفصل السادس هو الكيمياء التحليلية. هذا تقريبا عليه طلاب من 10 إلى 15 درجة. وعندك الفصل السابع اللي هو الكيمياء العضوية، هذا حسته بالوزاري تقريبا من 10 إلى 12 درجة. وعندك الأخير شيء اللي هو الفصل الثامن، هذا حسته بالوزاري اللي هو الكيمياء الحياتية. هذا تقريبا عليه من 5 إلى 7 درجات. طبعا هاي الدرجات مو ثابتة، تختلف من سنة إلى أخرى، فمو نسب ثابتة هي هاي 100%، لا، بس هي تتراوح بين هاي الحدود. عندنا أول فصل طلاب راح ناخذه اللي هو الثرموداينامك، علم الثرموداينامك. طلاب علم الثرموداينامك يختص بالحرارة. اجي بالبداية اني هسه اعرف علم الثرموداينامك، شنو المقصود بعلم الثرموداينامك، وشنو هي الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينامك. قلت لك بعد نهاية كل محاضرة هنا على اليوتيوب راح انزل لك المحاضرة راح تنزل لك PDF على اليمن على قناتي بالتليجرام. معرف القناة موجود اسفل الشاشة، يعني عندي هاي باحة الملزمة مالتي او المحاضرة مثل ما واضح يمك، تنزل لك بهاي الشكل نفس اللي راح اعرفه هنا أنا. اوكي، ايضا راح انطي واجبات ومسائل اثرائيه، فضروري تتبع وياي بالتليجرام. يعني ان شاء الله انت هنا من يعني ما راح تطلع من عندي الا ضابط كل شيء من تمارين الكتاب وامثله الكتاب والاسئله الوزاريه واسئله الفصل واثرائيات. اوكي عيني، نقول يا الله وناخذ اول فصل. الفصل الأول الثرموداينامك. أجي هنا أنا أعرف الثرموداينامك، ما هو المقصود بعلم الثرموداينامك، وما هي الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينامك، وعلم الثرموداينامك بمن يهتم وبشنو ما يهتم. أيضا العلم الثرموداينامك أكو شغلات هو يهتم بها وأكو شغلات هي ما يهتم بها، هسه راح ندرسها. أجي هنا أنا على علم الثرموداينامك تعريفه، علم يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها. تحولات الطاقة خلي لي جوا عليه خطين، تحولاتها، بل هو علم يهتم بدراسة تحولات الطاقة أكثر من الطاقة. يعني شلون؟ خلي أكمل لك التعريف وفهمك. ويهدف نحو تحويل أكبر قدر ممكن من الطاقة
الطاقة الحرارية. هاي الطاقة الحرارية منين جتني؟ ناتجة من احتراق الوقود إلى أنواع أخرى من الطاقات، مثل إيش؟ مثل الطاقة الميكانيكية. شو استفاد من عتها؟ استفاد من عتها في عمل المحركات. راح أرجع لك على هاي الكلمة أو العبارة، يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها. ليش قلت لك يهتم أكثر بدراسة تحولات الطاقة أكثر من الطاقة؟ أنا أقول لك ليش، تعالوا يا انتبه يا حبيبي. علم يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها. شنو هي أشكال الطاقة؟ عندي أكثر من شكل من أشكال الطاقة. عندي مثلا الطاقة، خلي أكتب لك أشكال الطاقة. أشكال الطاقة، احنا نريد نفهم ما نريد قبل نحفظ، نريد نفهم ما نريد قبل نحفظ. اشكال الطاقة عندي مثلا الطاقة الحركية، هاي الطاقة الحركية مثل ايش؟ خل اقول لك مثال عليها وموجود عندك بالكتاب. مثلا حركة الماء من اعلى الشلال الى الاسفل، هاي تسمى طاقة حركية. اقدر استفاد من هاي الطاقة، احول هذا الشكل من اشكال الطاقة اللي هي الطاقة الحركية الى طاقة، اقدر احولها الى اشياء طاقة، الى الطاقة الكهربائية. اقدر استفاد من حركة الماء من الاعلى الى الاسفل، احول شكل من شكل الطاقة من الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية. عندك ايضا مثلا عندك الطاقة الحرارية، اقدر احول هاي الطاقة الحرارية مثل ايش؟ مو وين موجودة الطاقة الحرارية؟ الطاقة الحرارية انا اقول لك شو، السيارة تحتاج الى وقود بنزين، البنزين يحترق، من يحترق راح يجي يعطي طاقة حرارية، هاي الطاقة الحرارية تتحول إلى طاقة ميكانيكية لتشغيل المحرك أو لتسيير السيارة. إذا أقدر أحول الطاقة الحرارية إلى الطاقة الميكانيكية. زين، بعد إيش عندي؟ عندي مثلا الطاقة الكهربائية، هاي اقدر احولها الى شنو؟ الى شكلين، احولها الى الطاقة الضوئية، واقدر احولها الى الطاقة الحرارية. يعني شلون؟ الكهرباء اللي جاي تجينا من المولدة، اوكي، او الكهرباء اللي جاي تجينا من الوطنية، هاي الكهرباء اقدر احولها من شكل الى اخر، من طاقة كهرباء الى طاقة ضوئية. مثل ايش؟ عندك الانارة، الاضاءة، اللمبات. او اقدر احول الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية، الدفايات الكهربائية. يعني جاي تحول من طاقة كهربائية الى طاقة حرارية. عندك بعد الطاقة النووية، هاي اقدر احولها الى الطاقة الحرارية، واقدر احولها الى طاقة كهربائية. فهمت شلون حبيبي؟ يعني عندك الطاقة النووية، المفاعلات النووية اقدر استفاد من عندها الاغراض السلمية اللي هي الكهرباء، او اللي عندها كهرباء، واقدر استفاد من عندها لاغراض حربية، احولها الى طاقة حرارية، طاقة حرارية يعني تولد انفجارات نووي. عندك بعد من اشكال الطاقة، عندك الطاقة
الرياح أقدر أستفاد من أنها أحولها إلى الطاقة إن من الكهربائية. همينة طاقة الرياح مثل إيش؟ عندك غني الطواحين شغل تدور تطلع بالأفلام وأفلام كرتون، أقدر أستفاد من هاي طاقة الرياح اللي تدور لي هاي شايفها كأنها بنكة إلى طاقة كهربائية. إذن هنا بعد أكو أشكال من أشكال الطاقة، مثلا عندك طاقة قلنا حركية، حرارية، كهربائية، نووية، رياح. عندك بعد أيضا أشكال من أشكال الطاقة ما جاي تجي على بالي، أقدر أحول هاي الأشكال المختلفة من الطاقة إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. هاي التحولات من شكل إلى آخر يدرسها علم، شو اسم هذا العلم طلاب؟ يسمونه علم الثرموديناميك، علم الثرمو دايناميك. اوكي عندك ايضا هم انا جت ببالي هسه طاقه، الطاقه الكيميائيه همينة عندك. اذا هاي التحولات من شكل الى اخر يدرسها علم يسمونه علم الثرمو دايناميك. اذا هسه افتهمنا هاي العباره اللي هي شو يقول علم يهتم بدراسه الطاقه وتحولاتها. اوكي عرفت شلون يدرس تحولات الطاقه؟ ويهدف نحو تحويل اكبر قدر ممكن من الطاقه الحراريه الناتجه من احتراق الوقود، بقى هنا طاقه حراريه ناتجه من احتراق الوقود، الى اشكال انواع اخرى من الطاقات. يقول لك حول الطاقه الحراريه الى انواع اخرى من الطاقات، مثل ايش؟ وحده من اتنطيك مثل الطاقه الميكانيكيه للاستفاده منها في عمل المحركات. اذا تعريف علم الثرمودايناميك، ردد وياي، علم يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها ويهدف نحو تحويل أكبر قدر ممكن من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود إلى أنواع أخرى من الطاقات مثل الطاقة الميكانيكية للاستفادة منها في عمل المحركات. آخر مرة، آخر مرة احفظ ويا ردد، علم يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها ويهدف نحو تحويل أكبر قدر ممكن من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود إلى أنواع أخرى من الطاقات مثل الطاقة الميكانيكية للاستفادة منها في عمل المحركات. أوكي للأمانة هذا تعريف الثرموديناميك، ما جاي ولا سنة وزاري، يعني استاذ ما نقرأ؟ لا حبيبي، لا تصير عجوزي، هي مو من بدايتها، لا تتعاجز، احتمال يجيبك يا شكو كلمة مكتوبة بالكتاب بالمنهج مالتك، شكو مثال، شكو سؤال، شكو تمرين، انت مطالب به. عسى ما جايبه ولا سنة من السنين، جوز يجيك. زين استاذ ترجح يجي؟ ما ادري اقول لك. صراحة ما اعرف، يجي او ما يجي، انا مو ابو الوزاري. بس هو 90% ما يجي. خلينا نقول 90% ما يجي، تبقى انت خوفك من 10%. سؤال وزاري هنا هسه، هذا سؤال وزاري مهم. عدد الظواهر التي يفسرها علم الثرموديناميك، ما هي الظواهر التي يفسرها علم الثرموديناميك؟ عندي اربع ظواهر، احفظ لي اياها سهله. اولا سبب حدوث التفاعلات الكيميائيه، ليش هذا التفاعل صار؟ شنو السبب؟ هذا السبب من يفسره؟ علم. شو اسم هذا العلم؟ يسمونه علم الثرموديناميك. خليني اعطيك مثال. اكو عناصر عندنا مركبات جاي تتفاعل ويا عناصر او مركبات، اوكي؟ مو كل العناصر تتفاعل ويا عناصر اخرى، لازم تكون مثلا مشابهه وياها بالكهره السلبيه، طاقه التأين، بالخواص الفلزيه ولا فلزيه، او بالخواص الدوريه. اكو تشابه بيناتهم، يعني هسه اعطيك مثال، هسه احنا البشر انت مو اي واحد تتفاعل وياه، لا اكو اشخاص محددين انت تتفاعل وياهم، اكو بينهم ما ترتاح لهم. الكيمياء هم كذلك العناصر، اكو عناصر تتفاعل ويا عناصر، واكو عناصر ما تقبل تتفاعل ويا ذنيش العناصر البقيه. اوكي اذا سبب حدوث التفاعلات الكيميائيه هذا من يفسرها؟ علم شو اسمه؟ علم الثرموديناميك. ثانيا التنبؤ بحدوث التغيرات الكيميائيه والفيزيائيه. علم الثرموديناميك يتنبأ لي بحدود تغيرات فيزيائية وكيميائية. أوكي حدوث بعض التفاعلات، بعض التفاعلات
تلقائيا واخرى غير تلقائي عند نفس الظروف. شنو معنى تفاعل تلقائي وشنو معنى تفاعل غير تلقائي؟ خل ابسط لك اياها. التفاعل التلقائي طلاب ما اطولها عليك، التفاعل التلقائي هو التفاعل اللي يتم من تلقاء نفسه دون تدخل الانسان، والتفاعل الغير تلقائي هو التفاعل الذي يحدث بتدخل الانسان. يعني مثل ايش تفاعلات تلقائيه؟ مثل سقوط الثلج. سقوط الثلج هذا تفاعل تلقائي، عمليه تلقائيه نسويها، عمليه احنا نسميها عمليه تلقائيه. سقوط الامطار عمليه تلقائيه، اوكي، هاي بدون تدخل الانسان. مثلا عمليه غير تلقائيه مثل ايش؟ مثل ورقه، عندك ورقه تحرقها بالنار، هاي عمليه غير تلقائيه، اوكي. هاي التلقائيه والغير تلقائيه، العمليات التلقائيه والتلقائي والغير تلقائي راح ناخذها ايضا من هذا الفصل، ما راح اطول لك وياها. انا هذا المحاضره الاولى راح اخليك اياها يعني مو كلش طويله، فقط كلاميات، اوكي. حدوث بعض التفاعلات تلقائيا واخرى غير تلقائيه عند نفس الظروف. رابعا، سبب حدوث الطاقه المصاحبه للتفاعلات الكيميائيه. طلاب، سبب حدوث الطاقه المصاحبه للتفاعلات الكيميائيه، من يصير تفاعل كيميائي راح تصاحب وياه طاقه، مثل احتراق، اذا ماخذيه بالرابع علمي، احتراق الالقانات المركبات العضويه. قلنا المركب العضوي تذكرون من يحترق بالاكسجين، شو يعطينا؟ يعطينا غاز ثاني اكسيد الكربون H2O زائد طاقه، اوكي. اذا هو يفسر لي سبب حدوث الطاقه المصاحبه للتفاعلات الكيميائيه. قلت لك مثل ايش؟ مثل عندك المركب عضوي اللي هو CnH2n زائد 2، من يحترق وين؟ بالاكسجين مثلث، شو يعطيني؟ يعطيني CO2 زائد H2O زائد طاقه، اوكي؟ هاي ما مطالب بها انت، طبعا بعدين هم تاخذها بهاي الفصل. اذا اربع نقاط، الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينامك، ردد وياي احفظ: سبب حدوث التفاعلات الكيميائيه، التنبؤ بحدوث التغيرات الفيزيائيه والكيميائيه، حدوث بعض التفاعلات تلقائيا واخرى غير تلقائيه عند نفس الظروف، سبب حدوث الطاقه المصاحبه للتفاعلات الكيميائيه. اربع نقاط دير بالك عليها مهمه. قلنا احنا علم الثرموداينامك اكو شغلات يهتم بها واكو شغلات ما يهتم بها. احنا درسنا الشغلات اللي يهتم بهن هن ذني الاربعه، بيمن هسه نجي ما يهتم علم الثرموداينامك. علم الثرموداينامك لا يهتم بعامل الزمن الذي يستغرقه حدوث التفاعلات، فهو ينبئ فيما فقط يحدث، فيما اذا كان التفاعل يحدث او لا. طلاب، علم الثرموداينامك ما يهتم بالزمن الذي يستغرقه التفاعل. أنا من يصير عندي تفاعل، طبعا ما يصير بصورة سريعة، عندي تفاعلات طبعا تصير بصورة سريعة بنفس اللحظة، وقت تفاعلات تحتاج إلى وقت، يمكن 5 دقائق، 10 ساعة، 5 ساعات، 10 ساعات، 24 ساعة، 48 ساعة، وقد تحدث توصل إلى 72 ساعة. هذا الزمن مال التفاعل، هذا الزمن علم الثرموداينامك ما يهتم به. إذا بهذا الفصل الزمن ماكو، ما راح نوصل له، الوقت ما لنا شغله به. يعني علم الثرموداينامك لا يهتم بالزمن الذي يستغرقه التفاعل الكيميائي. بمن يهتم؟ يهتم فقط اذا كان التفاعل يحدث او لا، يهتم فقط اذا كان التفاعل صار او ما صار. اوكي متفقين؟ يلا. ما هي انواع الطاقه؟ عندي نوعين من انواع الطاقه. طبعا هنا بصوره رئيسيه عندي نوعين من انواع الطاقه. يا طاقة كامنة يا طاقة حركية. اجي على تعريف الطاقة الكاملة، وهي الطاقة التي تشمل الطاقة الكيميائية المخزونة في جميع انواع المواد وجميع انواع الوقود، وهي الطاقة التي تشمل الطاقة الكيميائية المخزونة وين؟ في جميع انواع المواد وجميع انواع الوقود. من اسمها طاقة كامنة مخزونة، وين مخزونة؟ جميع انواع المواد وجميع انواع الوقود. ردد وياي: الطاقه الكامنه، وهي الطاقه التي تشمل الطاقه الكيميائيه المخزونه في جميع انواع المواد وجميع انواع الوقود. اما الطاقه الحركيه تشمل طاقه جميع الاجسام المتحركه. من اسمها الطاقه الحركيه تشمل طاقه جميع الاجسام المتحركه، مثل
الجزيئات جاي تتحرك هي. احنا بالهواء بالهاي عندك الاطار، خرطيك مثال بار الاطار مال سياره هواء بجزيئات، هاي الجزيئات بصوره حركه عشوائيه. طبعا هاي يعني ما دام اخذيها بالرابع وبالخامس، هاي الحركه تزداد بازدياد الضغط ودرجه الحراره. اذا تشمل الطاقه جميع الاجسام المتحركه مثل الجزيئات والماء المتحرك والسيارات والطائرات والصواريخ. تشمل طاقة جميع الأجسام المتحركة مثل الجزيئات والماء المتحرك والسيارات والطائرات والصواريخ. أوكي؟ تشمل طاقة جميع الأجسام المتحركة مثل الجزيئات والماء المتحرك والسيارات والطائرات والصواريخ. نعيد. أنواع الطاقة، يمكن تقسيم الطاقة إلى نوعين، يجيك أو بالامتحان. تقسم الطاقة بشكل عام إلى قسمين أو نوعين، فراغ وفراغ. شو تخلي له بالفراغ؟ تقول له تقسم إلى الطاقة الكامنة والطاقة الحركية. أوكي؟ جوسي تجيب لك إياه. أو أقول لك ما هي أنواع الطاقة؟ أنت تعدد لي إياها وتشرح لي إياها. تقول له الطاقة الكامنة وهي الطاقة التي تشمل الطاقة الكيميائية المخزونة في جميع أنواع المواد وجميع أنواع الوقود. عندي الطاقة الحركية تشمل طاقة جميع الأجسام المتحركة مثل الجزيئات والماء المتحرك والسيارات والطائرات والصواريخ. ملاحظة، يمكن تحويل الطاقة في الماء إلى طاقة حركية إذا تمت حركة الماء من أعلى الشلال إلى الأسفل، لأن الطاقة الناتجة يمكن أن تدور محرك توليد الطاقة الكهربائية مثل ما قلت لكم إياها لهذا المثال. عندي الطاقة الحركية مثل ايش؟ مثل حركة الماء من أعلى الشلال إلى الأسفل، راح شو تسوي؟ تولد تدور المحرك، من تدور المحرك راح تولد لي كهرباء، يعني تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. أوكي؟ سؤال وزاري مهم، على ماذا ينص القانون الأول في علم الثرمودينامكس؟ على ماذا ينص القانون الأول لعلم الثرمودينامكس؟ ينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحولها من شكل إلى آخر. طلاب الطاقة انتبه لي، أي أنواع من الطاقة، أي شكل من أشكال الطاقة أنا ما أقدر أستحدثها، يعني أخلقها، مستحيل تقدر أنت تخلق طاقة كهربائية نووية، مستحيل، فقط الباري عز وجل هو اللي قادر. ولا تقدر تفني الطاقة، فقط الباري عز وجل ايضا هو اللي يقدر يفنيها. اذا الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن اللي هي اهم شيء عندنا، يمكن تحولها من شكل الى اخر. احنا فقط نقدر نحول الطاقه من شكل الى شكل اخر بس. اوكي؟ اذا القانون الاول في علم الثرمودينامك، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحولها من شكل الى اخر. ردد ويا اخر مره، ينص على ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحولها من شكل اخر. جيت بالوزاري، ينص القانون الاول في علم الثرمودينامك فراغ، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحولها من شكل الى اخر. وحدات الطاقة ودرجة الحرارة. طلاب، وحدة الطاقة، الطاقة الوحدة مالتها جول، أوكي، أو كيلو جول. أوكي، يعني إذا أعطاني الوحدة بالجول أريد أحولها إلى كيلو جول. هاي تعتبر وحدة صغيرة، هاي وحدة كبيرة، شلون تحولها؟ هاي هسه هم نجي راح نستخدمها هواية التحولات. يعني الجول من اريد احوله للكيلو جول راح شو اسوي؟ وحدة صغيرة إلى كبيرة، شو اسوي؟ اقسم، نقسم على الف،
ليش اقسم على الف؟ لان الواحد كيلو جول هو شيء عادل لي عادل لي الف جول. زين من اريد احول الكيلو جول الى جول اضربها في الف. اوكي طلاب، من اريد احول وحده كبيره الى صغيره اضرب، من اريد احول وحده صغيره الى كبيره اقسم. يعتبر الجول ورمزه جي وحده للتعبير عن الطاقه حسب النظام الدولي للاعداد، ويعبر عنه كالاتي: 1 جول يساوي 1 كيلوغرام في متر تربيعي على الثانيه تربيعي. الكي جي يعني وحده الكيلوغرام، والام هي وحده المتر، والاس هي وحده الثانيه. هذا للامانه ما يجيبه نهائيا. اوكي الكلفن، الكلفن ماخذين انتو بالرابع اعدادي بالغازات. الكلفن من اريد احول درجة، حول درجة الحرارة السيليزية الى كلفن، شلون احولها؟ اقول له تي، درجة الحرارة تي بوحدة الكلفن تساوي درجة الحرارة السيليزية زائد 273. اوكي انا ما ادخل لك بهاي التفاصيل، يعني انت هاي تعرفها بالرابع بالخامس. يعني من اريد احول درجه سيليزيه الى كلفن احولها لدرجه كلفن، شلون؟ درجه حراره سيليزيه زائد 273. احنا بالثرمودايناميك كليه نستخدم سيليزي، ما نستخدم كلفن. مرات بالاسئله اكو بعض الاساتذه بالاسئله الاثرائيه يطلبها بالكلفن، اذا طلبها بالكلفن فقط هي درجه حراره سيليزيه زائد 273 تتحول لك للكلفن. اوكي وهي وحدة درجة الحرارة المستخدمة في الثرموديناميك، ويتم حسابها من درجة حرارة كلفن باستخدام العلاقة الآتية: T كلفن يساوي T درجة حرارة سيليزيه زائد 273. أجي على موضوع مهم جدا، هذا مهم جدا. بعض المصطلحات الثرموديناميكية مهم، بعض المصطلحات الثرموديناميكية، عندي مصطلحات ثرموديناميكية أريد أعرفها شنو هاي. المصطلح الأول اللي هو النظام، هذا المصطلح الأول، والمصطلح الثاني اللي هو المحيط، والمصطلح الثالث اللي هو المجموعة. أجي على أول واحد النظام، شنو المقصود بالنظام؟ هو عبارة عن جزء معين من الكون. إذن النظام جزء معين من الكون. مين يتكون؟ يتكون من المادة أو المواد المشتركة في حدوث تغيرات، هاي التغيرات يا فيزيائية أو كيميائية، وكيميائية محدودة داخل حدود معينة. هاي التغيرات الكيميائية والفيزيائية تكون محدودة، وين محدودة؟ داخل حدود معينة. هاي الحدود يا أما أو، يا أما تكون هاي الحدود حقيقية أو تخيلية. أوكي إذن النظام وهو عبارة عن جزء معين من الكون يتكون من المادة أو المواد المشتركة في حدود تغيرات فيزيائية وكيميائية محدودة داخل حدود معينة قد تكون حقيقية أو تخيلية. هذا التعريف تحبه. المحيط، من اسمه محيط، هذا المحيط يحيط بالنظام، كل ما يحيط بالنظام باوع المحيط. خل اعتبر هذا، انتبه وياي، هذا هو النظام. اوكي هذا النظام. اوكي هذا شنو النظام؟ هذا المحيط راح يكون، المحيط كل ما يحيط بالنظام ويؤثر عليه من تغيرات فيزيائيه وكيميائيه. النظام مو قلنا يتكون من مادة أو مواد مشتركة في حدود تغيرات فيزيائية وكيميائية؟ هذا المحيط يحيط بهذا النظام ويؤثر على هاي التغيرات الفيزيائية والكيميائية. والمجموعة، المجموعة اللي راح أمثلها شلون بهذا؟ المجموعة هاي، المجموعة هاي، خلا غير اللون أخضر، خلا استخدم هاي المجموعة. اوكي هاي شنو المجموعه؟ المجموعه تشمل النظام
زائدا المحيط، النظام زائدا هذا مو المحيط وهذا النظام. اذا المجموعه تشمل النظام زائدا المحيط. اوكي، اذا النظام وهو عباره عن جزء معين من الكون يتكون من الماده او المواد المشتركه في حدود تغيرات فيزيائيه وكيميائيه محدوده داخل حدود معينه، قد تكون هذه الحدود اما حقيقيه او تخيليه. والمحيط كل ما يحيط بالنظام ويأثر عليه من تغيرات فيزيائيه وكيميائيه. المجموعه وتشمل النظام زائد المحيط. اوكي، سؤال وزاري مهم جدا. يمكن تقسيم النظام اللي هو هذا الى ثلاثة انواع. ما هي؟ عندي ثلاثة انواع من النظام، يا اما يكون نظام مفتوح، يا اما نظام مغلق، يا اما نظام معزول. خلي اجي على وحدة وحدة من اتم انواع النظام. طلاب ارجع واذكر المحاضرة مالتي تنزل لك PDF مثل ما واضح يمك، نفس هاي المحاضرة اللي اشرحها راح تنزل لك PDF، ملف PDF، وين قناتي بالتليجرام، معرف القناة موجود اسفل الشاشة. زين، اجي على النظام. النظام قلنا يقسم الى ثلاثة انواع. خل اطلع لك السبورة اشرح لك اياها بالتفصيل. اقسم الى ثلاث انواع. شوف طلاب ايش عندي؟ عندي النظام المفتوح، وعندي النظام المغلق، وعندي النظام المعزول. اجي اعرف واحد واحد من اسم. النظام المفتوح هو النظام الذي يسمح، هو النظام الذي يسمح حدوده، قلنا مو النظام هو عبارة عن يعني حدوده تكون تخيلية أو حقيقية. إذن النظام المفتوح هو النظام يسمح حدوده، إيش تسمح حدوده؟ حدوده بتبادل مادة النظام وطاقته. خلي اكتب لك اياها بغير لون، هاي تبادل مادة النظام وطاقته. اوكي، يسمح حدوده بتبادل مادة النظام وطاقته ويا من؟ قلنا شي يحيط بالنظام، يحيط بمحيط مع المحيط. تمام طلاب، هو النظام الذي يسمح حدوده بتبادل مادة النظام وطاقته ويا من؟ ويا المحيط. ليش؟ لأن هو المحيط يحيط بالنظام. مثل ايش؟ تعطي مثال. مثل إناء مفتوح يحتوي على ماء مغلي. مثل ايش؟ مثل اناء مفتوح يحتوي على ماء مغلي. خل ارسم لك اياها بقى. عندك مثلا هذا، هذا اناء يحتوي على ماء مغلي،
هذا الماء. اوكي هذا ماء. الفوهه باحه، هاي مفتوحه مفتوحه، يعني هو بالتالي شو يقول لي؟ هو النظام اللي يسمح حدوده بتبادل ماده النظام الطاقه مع المحيط مثل اناء مفتوح يحتوي على ماء، هذا ماء وهذا هو الاناء. اناء اوكي، هذا هو الاناء. مثل ايش؟ مثل اناء مفتوح يحتوي على ماء مغلي. هذا النظام باوع دي يسمح مادة النظام، يسمح بتبادل مادة النظام اللي هو الماء ويا من؟ وطاقته دي تتبادل ويا من؟ ويا المحيط اللي داير مدايره. اوكي، بينما النظام المغلق، النظام المغلق اذا اريد اعرفه وهو الذي يسمح، وهو الذي يسمح حدوده بالتبادل، شو يسمح بتبادل شنو؟ بتبادل الطاقة فقط، بتبادل الطاقة فقط. اوكي، يسمح حدوده بتبادل الطاقة فقط، ولا يسمح، اكمل، ولا يسمح بتبادل مادة النظام. أعطي مثال عليها، مثل شنو؟ نفسه، إناء مغلق يحتوي على ماء مغلي، إناء مغلق يحتوي على ماء مغلي، نقطة. هناك كان شنو؟ إناء مفتوح يحتوي على ماء مغلي، هنا إناء مغلق يحتوي على ماء مغلي. أجي أرسم لي هنا، تمام، يحتوي على ماء هذا الماء، اوكي. بس هنا شنو الفرق طلاب؟ هنا يحتوي على شنو؟ مغلق. ان الاناء هنا، الاناء مالتي مغلق راح يكون، هلا اكبر الخط، هنا الاناء مالتي مغلق، مغلق. اهم شيء هي الفكره توصل له. هذا اناء مغلق، هذا ماء مغلي، ماء مغلي، هذا شنو؟ اناء مفتوح. هاي شنو؟ هاي سداده، خلينا نقول. اوكي، إذن النظام المغلق هو الذي يسمح حدوده بتبادل الطاقة فقط، يعني شنو؟ مو الماء المغلي مو بطاقة حرارية، حار، دي تسمح تبادل الطاقة، بتبادل مادة النظام عفوا، مثل ايش؟ بتبادل الطاقة فقط، بس ما يسمح بتبادل مادة النظام، يعني مسدود، الماء ما يتسرب، مثل ايش؟ مثل إناء مغلق يحتوي على ماء مغلي. أجي على النظام المعزول. النظام المعزول وهو الذي لا يسمح، وهو الذي لا يسمح حدوده بتبادل الطاقة ومادة النظام. قلنا شنو؟ خلينا نكتب هنا عفوا، تبادل الطاقة
اوكي تبقى بالاخر لا تسمع حدوثه بتبادل الطاقه وماده النظام. مثل ايش؟ مثل الثرموس. الثرموس يا هو طلاب تعرفون شنو هو الثرموس؟ الثرموس ترمز. الترمز هسه عندك ترمز ما شاي، ما تخلي بيه شاي، لا يسمح بتبادل مادة النظام ولا يسمح بتبادل الطاقة، لا تطلع من عنده طاقة حرارية تبقى محتفظ بالطاقة مالته الحرارة، ولا يسمح بتبادل الشاي يعني ما يطلع يتسرب من عنده الشاي. هنا شو راح امثلك اياه؟ امثلك اياه بهذا الشكل. عندك هو نفس الإناء اوكي، هذا الإناء يحتوي على سدادة وأيضا يكون داخله ماء مغلي. هذا ماء مغلي اوكي، هذا ماء مغلي عفوا تراجع منه ماء مغلي اوكي. هاي شنو؟ هاي سدادة، وهذا هو الوعاء. بس هنا أنا راح شنو نحفظه داخل شنو؟ داخل حدود. اوكي، اذا عندي ثلاثة انواع من النظام، نظام مفتوح، نظام مغلق، ونظام معزول. تعرفهن وتعطي امثلة عليهن. اوكي، أنا هاي الرسوم توضيحية لك حتى توصل لك الفكرة. أرجع للمنظمة. خواص النظام، وصلنا إلى خواص النظام. طلاب، خواص النظام هي المتغيرات الفيزيائية التي يمكن ملاحظتها أو قياسها، مثل عدد المولات المادة أو المواد في النظام، والحالة الفيزيائية للمواد، مثل ايش؟ مثل حجم، ضغط، ودرجة الحرارة. اجي هسه على الحرارة. اجي هسه على الحرارة، الحرارة قلنا، شوف طلاب الحرارة كاتب لك عليها اتش، ليش اتش؟ يعني الحرارة بالانجليزي شو اسمه؟ هيت. وماخذين اول حرف من عنده هيت، اتش. هي احد اشكال الطاقة، قلنا الحرارة هي احد اشكال الطاقة، وتمثل انتقال الحرارة بين جسمين في درجة الحرارة، مختلفين في درجة حرارة، ويرمز لها الحرارة. شنو نرمز لها؟ نرمز لها بالكيو. اوكي، بالمسائل ما راح نقول اتش تساوي، لا نقول كيو تساوي. اوكي، تتناسب الحرارة المفقودة او المكتسبة لجسم ما طبيعي، خلي الخص لك هذا. تتناسب الحرارة المفقودة، قلنا الحرارة كيو، تتناسب تناسبا طردي مع التغير في درجة الحرارة. طلاب، هذا المثلث معناه التغير، دلتا يسمونه. اوكي، يسمونه دلتا. اوكي، من نريد نقول التغير في درجة الحرارة، دلتا تغير، والحرارة نرمز لها بتي، الدالة تصير هنا. اوكي، دلتا تي يساوي لي التغير في درجة الحرارة، شو يساوي لي؟ تي فاينل، يعني تي النهائية ناقصا تي انيشال الابتدائية. أعيد، درجة الحرارة تتناسب تناسب الطردي مع التغير في درجة الحرارة، والمثلث اللي هو الدلتا معناه التغيير. ومن أريد أقول تغيير في درجة الحرارة، أقول دلتا تي شو يساوي لي؟ تي فاينل ناقصا تي انيشال.
التي اف معناها درجة الحرارة النهائية، والتي اي هي درجة الحرارة الابتدائية. بقالي بس هاي الصفحة ونختم هاي المحاضرة. بقى طلاب، هذا راح اشرح لك اياها على السبورة، التناسب بين الكيو والدلتا تي. طلاب انتبه لي، انتبه لي، خل الخص لك اياه اشرح لك اياه. بقى طلاب حبيبي، شوف قلنا التغير او درجة الحرارة تتناسب تناسب الطردي مع تغير في درجة الحرارة. الحرارة طاقة الحرارة تناسب تناسب الطردي مع تغير في درجة الحرارة، يعني شنو؟ كلما زادت الطاقة الحرارية زادت التغير في درجة الحرارة. اوكي، كيو الحرارة ايش تساوي لي؟ قانونها تساوي لي سي في دلتا تي. اوكي، تساوي لي سي في دلتا تي، هاي معادلة رقم واحد راح اقول عليها. اوكي زين، السي شنو هي السي؟ السي طلاب، السي شنو هي؟ السعة الحرارية، هاي وحدتها جول على درجة سيليزية أو كيلو جول على درجة سيليزية. أوكي، سي قلنا هي السعة الحرارية. زين، هاي السي ايش تساوي لي؟ شنو قانونها؟ سي ايش تساوي لي؟ تساوي لي الحرارة النوعية اللي هي هاي مثل الاس سموها الزيتا في ام الكتلة، هاي معادلة رقم 2. نعوض معادلة رقم 2 في معادلة رقم 1. يعني شلون؟ يعني راح اقول لك كيو تساوي لي، راح اجيب هاي السي ايش تساوي لي؟ بما يساوي زيتا في ام في دلتا تي. اوكي زين، راح اعيدك اياها. اوكي خلي اعيدك اياها، خاف ما فهمت. شوف حبيبي، كيو حرارة تتناسب تناسب الطردي مع التغير في درجة الحرارة. الكيو شنو تساوي لي؟ السعة الحرارية في دلتا تي، هاي معادلة رقم 1. اوكي، السي السعة الحرارية ايش تساوي لي؟ تساوي لي الزيتا في ام، هاي معادلة رقم 2. نعوض 2 ب 1، كيو تساوي لي السي بما يساويها اللي هي الزيتا في ام، وش بقى لي هنا؟ دلتا تي. اوكي، يعني الوحدات مالتي راح شو تصير هنا؟ الكيو قلنا وحدتها جول على درجه سيليزيه، والزيتا الوحده مالتها شنو هي؟ جول على جرام في درجه سيليزيه، والام الكتله وحدتها بالغرام، والدلتا تي وحدتها درجه سيليزيه. يعني من اريد اكتب القانون، من اريد احل المساله ستجيني المحاله، شو اقول له؟ اقول له كيو تساوي لي، ترتبها شنو هذه كيو؟ تلعب النفس. كيو تساوي لي بوحده جول، هيش تكتب له بوحده الجول، على زغرها يعني تطلع الشيطان، اي وحده الجول تساوي لي الزيتا والوحدة مالتها جول على جرام في درجة سيليزية في ام والوحدة مالتها بالغرام في دلتا تي والوحدة مالتها درجة سيليزية. اوكي، ايش تكتبه بالامتحان؟ تجيك مسألة، هذا راح نستخدمه هواية، راح استخدمه هواية هذا.
راح اعتمد عليه. مرات احتاج استخدم هذا. يعني اذا بالسؤال الطاني سعة حرارية خش، والطاني السعة النوعية زيتها ويريد الام، اطلعها منه انا. اوكي، يعني بالسؤال اذا ذكر لك سعة حرارية طاق سعة حرارية راح تستخدم هذا القانون. على المحاضرة الجاية راح اشرح لك امثلة تمارين كتاب واسئلة رائية وزاريات راح تفهمها. هذا الحكي اللي شرحته هو هيانه. اذا اريد اعرف السعة الحرارية طلاب، السعة الحرارية اخر شيء هاي قلنا كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة مقدارها ام من الغرامات من اي مادة درجة سيليزية واحدة، ووحدتها جول على درجة السيليزية. وحدتها شنو؟ جول على الدرجة السيليزية. اوكي، وترتبط لهنا ينتهي التعريف هنا. وترتبط السعة الحرارية بالحرارة النوعية من خلال العلاقة اللي هي سي تساوي قلنا سي تساوي للزيتا في ام، حيث ان الزيتا هي الحرارة النوعية. طيب الحرارة النوعية شنو هي؟ كمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة كتلة غرام واحد من اي مادة درجة سيليزية واحدة، ووحدتها هنا شنو هي؟ جول على غرام في درجة سيليزية. هنا جول على سيليزي، هنا جول على غرام في درجة سيليزية. اوكي، سؤال وزاري مهم جايبيه بأحد السنين، قارن بين السعة الحرارية والحرارة النوعية. هو نفسهن ثلاث نقاط، نقطتين تعرفون اللي هي نقطة على التعريف ونقطة على الوحدة ونقطة جديدة هسه راح اقول لك اياها. السعة الحرارية كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة مقدارها ام من الغرامات من اي مادة درجة سيليزية واحدة. الحرارة النوعية كمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة كتلة غرام واحد من اي مادة درجة سيليزية واحدة، نفس الشيء نفس التعريف. وحدتها جول على درجة سيليزية، هنا وحدتها جول على غرام في درجة سيليزية. ذاكرين فقط هذا اللي نضيفه. هاي تقولها من الخواص الشامله، هاي من الخواص المركزه، هاي راح نجيها بعدين. الخواص الشامله والخواص المركزه اعلمك اياها. لهنا نكون وصلنا الى نهايه محاضرتنا، اتمنى يا ربي فدتكم، واتمنى ما طولت عليكم، بس انا احب يعني بالشرح يعني افصل كل شيء افصخ تفصخ. التقيكم ان شاء الله في محاضره جديده، مع السلامه.